السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. اهلا بكم من جديد في قناة زلزال المعرفة، معاكم حسام. عايزين نعمل النهاردة فيديو فاني، فيديو يصلح للأطفال على أدوب بيرميل، وكمان يصلح للتعديل على بعض الفيديوهات بتاعتكم. خلونا نشوف المقدمة دي سريعا ونرجع على طول على أدوب بيرميل ونشوف ازاي هنقدر ننفذ التأثير ده بكل بساطة واحترافية عالية. اهلا بكم مره تانية، ورجعنا على طول على ادوب برمير علشان نشوف ازاي هننفذ التاثير اللي شفناه مع بعض في المقدمه. ده مقطع الفيديو اللي استخدمناه في المقدمه، تعالوا نسحبه مع بعض كده على التراك بتاعنا بالشكل ده. مبدئيا كده احنا مش عايزين الصوت، هنعلم على الصوت وهندوس على ديليت علشان نلغي المقطع الصوتي. كل اللي احنا عايزينه عايزين المحتوى البصري بس، وخلونا نخلي السكرين فيت علشان انا كنت شغال عليها. نستعرض كده المقطع مع بعض، عبارة عن الأستاذ أحمد ابني داخل بالفوطة بتاعته الجميلة بيحاول إن هو يرفعها، ويدعي إن هو بيختفي بعد ما بيرفع الفوطة وبيرميها زي ما حضراتكم شايفين. طيب مبدئيا كده إحنا عايزين نحدد فين اللحظة اللي إحنا عايزين نعمل عليها تأثير، يعني لحظة ما بيرفع الفوطة كده بالشكل ده. وكمان عايزين نعمل حاجة مهمة جدا ما ننساهاش قبل ما نحدد اللحظة دي، المفروض إن إحنا بنبقى واخدين لقطة للمنظر ده وهو فاضي ما فيهوش الأستاذ أحمد. يعني مثلا انا عشان بصور وعارف ان انا محتاج اللقطه دي، فابتديت التصوير قبل ما يدخل احمد على طول في التصوير علشان انا محتاج لقطه للخلفيه دي وهي ثابته، فبروح على الايقونه بتاعت الكاميرا وادوس عليها مره واحده علشان اخد سكرين شوت سريعه، وبعلم كده على البوكس ده علشان يقول امبورت تو بروجكت علشان تجي لي على طول في البروجكت بتاعي. بدوس اوكي، مجرد ما ادوس اوكي بلاقي ان الصوره نزلت عندي على طول على التراك بتاعي على الميديا بتاعتي. خلاص كده المفروض ان انا بسحبها، الصوره هي اللي تحت دي، المفروض ان انا بسحبها كده على التراك بتاعي. طبعا كده مش هتنزل معاك، فكل اللي عليك ان انت تسحب الفيديو بتاعك فوق شويه وتبتدي ان انت تنزل الصوره بتاعتك بالشكل ده تحت الفيديو بتاعك. طبعا هنساوي الصوره بالفيديو بتاعنا، جميل قوي كده. وبعدين هنروح نختار اللحظه زي ما اتفقنا اللي هو بيرفع فيها الفوطه بتاعتنا، كويس قوي كده. طيب مجرد ان انا اعلم على الفيديو بتاع اللي فوق بنروح على طول على الافكت كنترولز، ومن هنا بننزل على علامه البن تول بتاعتنا علشان نبتدي نعلم نعمل ماسك على الشاشه بتاعتنا حوالين الفوطه. بنصغر الشاشه شويه، مثلا بنخليها 25%، وهنرجع نصغرها تاني وهقول لكم ليه. المفروض ان احنا نحط ماسك حوالين الفوطة بتاعتنا بالشكل ده. انا بفضل ان انا اخلي مثلا 5 نقط علشان الفوطة طبعا متحركة وعايزين نغطي كل الاجزاء بتاعتها. هصغر الشاشة كمان 10% علشان اقفل الماسك بتاعي بالشكل ده، ونقفل اخر نقطة كده. ومجرد ان انا بقفل اخر نقطة بتظهر عندي السناب شوت بتاعتي اللي هو الخلفيه فقط لا غير. علشان الاستاذ احمد يظهر تاني عندي في الصوره بروح على افكت كنترول، بنزل تحت كده والاقي في حاجه مكتوب عليها انفيرتد، بعلم على البوكس اللي جنبها وبيظهر عندي استاذ احمد مره تانيه. نرجع نخلي الشاشه مثلا 50% وننزل كده لحد لما بتظهر عندي الصوره، وهلاقي الماسك عندي ظاهر علشان نبتدي نعمل الماسك على المقاطع المختلفه وقت ما تتحرك الصوره فريم باي فريم، ونبتدي نقفل الماسك ده على الفوطه. لو ملاحظين كده ان الخط اللبني ده او الماسك ده حوالين منه نقط كتير، فاحنا عايزين نقلل الفيزر، الماسك فيزر، بنروح هنا على الماسك فيزر وشايفين ان هي 10% بخليها 0% زي ما حضراتكم شايفين، بنلاقي ان الماسك او الخط الازرق ده اتشالت حوالين منه النقط اللي كانت واضحه عندي، وهبتدي احرك المقطع بتاعي واحده واحده واقفل الماسك ده. مبدئيا كده خلونا نقفل الماسك كويس، ونكبر الشاشه كمان شويه علشان تبقى واضحه معايا اكتر ونعرف نظبط الماسك بدقه عاليه. فكده احنا نقفل الماسك بتاعنا على اول الشاشه كده، على اول فوطه بالشكل ده. هنا كمان ابتدي ان انا اشد الماسك كده من الزاويه دي مثلا كده، كويس قوي. اعلي دي شويه كمان، جميل جدا. طيب عايزين بقى ان احنا الخطوات اللي احنا هنعملها ما تتلغيش. انت لو كده جربت ان انت تمشي الفيديو بتاعك وتعلم
كل شوية ترفع الماسك بتاعك، كل ده مش هيبقى له اي لازمة الا لما بنروح على الماسك باس وبندوس على علامة الستوب ووتش اللي جنبه، وبالتالي بيحط لي كي فريم على اول حركة انا عايز اعملها. طبعا الماسك اختفى من عندي علشان يظهر مرة تانية، بروح على ماسك وان اللي انا اخترعته دلوقتي او عملته دلوقتي بالبين تول، بضغط عليه وابتدي الماسك يظهر عندي. طيب كده كل اللي انت محتاجه ان انت تمشي مثلا 4 فريمات او 5 فريمات وبعدين نرفع الماسك بتاعنا. هندوس مثلا 4 فريمات او 5، نمشي من هنا او نمشي من الاسهم اللي عندنا في الكيبورد. لو عايز تمشي اكتر مشي، كل ده بيبقى على حسب سرعة الشخص اللي بيرفع الفوطة او بطئه. وهنبتدي ان احنا نقفل الماسك بتاعنا بالشكل ده على الفوطة. حاول تكون دقيق نوعا ما بحيث ان التأثير بتاعك يبقى كويس. هنقفل كده بالشكل ده كويس قوي. هنرجع تاني مرة، لو ملاحظين ادي اول حركة احنا عملناها ظهر كي فريم عندي مرة تانية، وهكذا تباعا الى نهاية المقطع. هنمشي 4 فريم او 5 فريم كمان وهكذا. انا عايزك تبقى ماشي مع الفوطة حسب حركتها، وهتقفل عليها الماسك. ولو لاحظتم ان هتلاقوا ان الاستاذ احمد كده جسمه ابتدى ما يظهرش معانا، لان الماسك بيظهر لي السكرين شوت اللي انا خدتها او السناب شوت اللي انا خدتها وحطيتها تحت المقطع بتاع الفيديو عندي. هنمشي كمان 4 او 5 فريم وهنبتدي نرفع الماسك تاني. مش عايز اطول عليكم، انا الموضوع شوية هياخد وقت، لكن انا عايز اخد اول لقطتين ثلاثة دول افهمكم الموضوع ماشي ازاي، وبعدين نسرع الفيديو بتاعنا. ناخد كمان 5 فريم عادي، ممكن تاخد 6 ممكن تاخد 7 زي ما انت عايز حسب سرعة الشخص زي ما قلت لحضراتكم. وخلونا نسرع بقى الفيديو شوية علشان ما نطولش عليكم في الفيديو. هتفضل حاجة واحدة هقول لكم عليها بعد ما نخلص الماسك. يلا بينا نسرع الفيديو شوية. نشغل كده ونقول بسم الله يا جماعة. بسم الله. لو ملاحظين كده ان الموضوع بقى بسيط قوي وما بقاش ظاهر فيه موضوع الماسك بتاعنا، مش هيبقى ظاهر بالشكل ده. اول ما بتعمل اكسبورت ما بيظهرش. لو رجعنا مره تانية وشغلنا كده هنلاقي ان خلاص الماسك ابتدى يحل محل الفراغات او الجسم احمد الشخص اللي كان واقف، وابتدى يحل محله كمان الصوره اللي احنا خدناها سكرين شوت او سناب شوت وخليناها تحت الفيديو. فيديو بسيط قوي وممتع جدا، ممكن تستخدمه لاولادك، ممكن تستخدمه على بعض التأثيرات عندك في الفيديو. لو لاحظت ان انت الفيديو فيه اي اضاءات، اختلاف في الاضاءات، حاول انك تظبط الماسك فيزر شوية. هنا فين الماسك بتاعنا، نعلم على الفيديو بتاعنا وهتبتدي يظهر الماسك بتاعنا ماسك 1، وهتبتدي ان انت تغير الماسك فيزر بتاعك وتبتدي تظبط الاضاءه بتاعتك. حاول ما تزودش الماسك فيزر علشان ما يبينش جسم الشخص. كل ما هتزود الماسك فيزر كل ما الشخص هيبتدي يبان مكان الفوطه والماسك اللي احنا عملناه. التأثير كان بسيط قوي، وقبلكم اي صعوبات في تنفيذه اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم باسرع وقت. يا ريت كمان تقولوا لي مقترحاتكم ايه، ونشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.